بالراحه بالراحه. مش عارفه انت لبستي كعب ليه النهارده، مش فاهمه. هي بعيد عنك. ميرسي قوي يا بنات، تعبتكم معايا. ايه البوخه دي بقى؟ الحمد لله على سلامتك يا سرسور. الله يسلمك يا بوبا. بص يا سو، الادويه مكتوب عليها كل مواعيدها ولازم تلتزمي بالمواعيد دي، ما فيهاش هزار. حاضر. دكتوره قوي. ما تزعليش مني. مش زعلانه مني. ولا تزعلي من صوتي. مش زعلانه منك يا هديل والله. بس على فكره ربنا بيحبك وخلصنا. خلصني. كنت هتنط. كنت هتنط. الحمد لله. ربنا ما خلانيش افكر وعمل اللي مكتوب لي. نشكر ربنا. المهم دلوقتي مين هيبات معاها؟ عشان انا مش عارف ابات معاكي. انا متخانقه مع سيف والبيت فاضي وكله تمام. لا انا هكلم بابا وابات معاها. امشوا انتوا يلا. بس 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 انت وهي الموزه دي تلزمني يا جماعه. فظيعه. انت حبيبتي روحي القداس بتاعك، وانت يا ماما روحي لجوزك صالحيه ولا اقعدي جنبه وشوفي ايه مشاكلكم. ايه العكننه دي؟ وانت مين عندك في البيت قلتي لي؟ بابا وماما. روحي اقعدي معاه. انا هبات معاه. بس بقى لا انت ولا هي ولا هي، انا هبات لوحدي. ما ينفعش تباتي لوحدك. بعد ما البنك هيروح منك هتبقي محتاجه حد جنبك بجد. انا هتخوفيني يعني؟ انت عارفه اني ما بخافش. لا مش بخوفك، بس بجد ده هيحصل لك. المهم مين حيبات؟ دكتوره جامد قوي. مين حيبات معاها؟ يا دي النيل عليا، بنعيد ونزيد يا هبه. ما قلت انا. قولي لي بقى يا روحي. عندك البيجاما الكريبرا عاش ايه ده؟ عارفه بترعش كده، ولا قميص النوم الجنجال اللي بينور في الضلمه، ولا هننام بلابيس النهارده يا ستي؟ بس بقى ما تضحكنيش. مش قادره. يعني ايه؟ يعني ايه؟ اكيد انت مش فاهمه الكلام ده خالص. عيب. ما يصح، انت لسه صغننه، ما تقوليش بقى. يا جزمه سيبيها ترتاح. ما انا هسيبها ترتاح على كتفي ده. اه ده اوكي. جايانا اتفضلوا بقى من غير ما تقول. يلا يا ماما انت وهي. طب يلا يلا على بياتكم. يلا يلا. طب قبل ما امشي، البرنامج بتاعك المره اللي فاتت كان حلو، والراجل ما اعرفش اسمه ايه، والراجل اللي انت بتقوليه حمزه غريب جدا، اول مره اسمعه يقول كلام محترم. غريبه جدا. كنت حاسه انه بيكلمك مش كده؟ كلمني انا؟ يعني ايه؟ بيتكلم معاكي، بيتكلم معاكي انت يا هدي. ولا عمري شفته قبل كده. يا هدي مين عليا؟ لا انت فاهمه يا هدي وبتستهبلي. طب عدم سيف ما فاهمه ولا كلمه. خلاص قولي لها فاهمه وخلصي نفسك. يلا يلا فاهمه. يلا انت فاهمه. يلا هنطمن عليك يا سو. يلا غورو. يلا باي باي. باي 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 بنات. ربنا يخليكوا ليا. قطط الشوارع. ربنا يسلمها يا حياتي. الله يسلمك يا يويا. اخيرا بقينا لوحدينا. عملت حاجه سخنه ولا حاجه ساقعه؟ لا شكرا مش عايز. طب بقول لك ايه؟ تحب اجيب لك مقذوف ارض جوي ينامنا ثلاث ايام نصحى بعد بكره؟ لا شكرا برضو مش عايزه. طب نعمل زي العيال ونشرب بيره سخنه ونعمل دماغ هنا. لا ميرسي يا حياتي مش عايزه شكرا. طب انت بتجيبي لي الحته؟ ايوه. طب ما انت جاهزه واشربك ليه؟ يا سلامك يا حياتي. ربنا يخليكوا ليا. طب سفنجة معصورة بتاعت بابا بولونيكي. انت عامل بولونيكي. وعامل لي نايم ولسه بتتفرج على الافلام الزباله بتاعتك دي؟ انت فاكر انك بتكذب عليا؟ انت بتكذب على ربنا وهتخش النار. وبعدين ما تعملش حاجات الزباله دي بعد كده في اوضتك. ها؟ تروح تعملها في اوضتك بقى في 60 ده يكش يطلع لك حبوب. شفتي حلو عليا؟ حلو يا موزة. مع انه شفتيشي بس يلا. شفتي البنت هدي صحتك ازاي؟ انت فاكراني زعلانه منها؟ انا زعلان عليها. وزعلان عليها ليه بقى؟
عشان كانك بتكلمني كانها بتكلم جوزها بالظبط، عشان كده هتفضل على طول في مشاكل معاه. ايوه بس انا عايزه اقول لك ان هي بس مش عارفه تقول اللي جواها، بتقول كلام زي الدبش. مش كل اللي جوانا ينفع نقوله على فكره. هديل كانت المفروض تعملي سبورت، مش نصيحتها ليا تبقى شتيمه. على عكس ابويا اللي كان المفروض ياخدني قلمين، بس كلامه ليا حسسني انه واقف في ظهري مع انه ما يعرفش حاجه. ما انا حكيت لك. حكيتيني. طيب بصي يا حبيبي، انا يعني لو نمت يعني صحيني، انا نومي خفيف جدا، وبعدين انا اصلا هفضل قاعده معاكي لغايه ما تنامي يا حبيبتي. ربنا يخليكي ليا. عارفه ايه؟ حاسه كان حجر واتشال من على قلبي. ايه ام المقذوف وصواريخ وليله غير شرعيه، كانت خيبه. ايوه يا شيف. بقول لك ايه، انا مش هقدر اطلع النهارده، ممكن تزيح حلقه معاده؟ وليه مش هتقدر تطلع النهارده؟ عندي مشوار. وانا مش هزيح حلقه معاده. بس انا مش هاجي. ما تجيش براحتك، وانا كده في الحاله دي هاخد الاجراء القانوني اللي انا عايز اخده. براحتكوا بقى. ماشي، مع السلامه. هو كله بقى بيتنطط، ايه القرف ده؟ ايوه اديني كرم. كرم حسابات. ايوه يا كرم، اخصم لي اسبوع من راتب الشيف مختار. ماشي. صباح الخير. هقول لك على حاجه تبسطك. هو بقى في حاجه تبسط اصلا؟ ايوه لما تشوف ده. يا نهار ابيض، ايه الرقم ده؟ دي ما حصلتش بتاريخ القناه. حمدي بيه، تخيل برنامج حمزه والستات الحلقه نزلت على اليوتيوب عامله فيوينج 1,100,000. يا باشا فقرته بس 2 مليون شافوها. يا باشا والله مش عارف اقول لك ايه، ده في 15 ساعه بس، يعني في ليله واحده. يا فندم ده وقوفك جنبنا. ميرسي يا فندم، ما نتحرمش منك ابدا. ميرسي يا فندم، مع السلامه. الو، طب تعالى نتكلم. ماشي، يلا مستنيك. اوكي، مع السلامه. في ايه؟ مبروك يا ستي، جايلكوا 2 سبونسرز في البرنامج بتاعكم. الله، حلو. خلاص هكلم معايا واقول لها. طيب انا كده جهزت مقال عن استغلال الدين غلط في خلق مجتمع ذكوري، ودي بقى هتبقى سلسله من مقالات اسبوعيه. الله، موضوع حلو قوي يا انجي، بس عايزاكي تبصي على الموضوع ده كمان. رجل أعمال، ده الاسم الثابت للصفحة، كل مرة هنناقش قصة رجل أعمال جديدة سواء كويس أو مش كويس. قليل لما تلاقي رجل أعمال كويس، طالما في فلوس يبقى في فساد، والجانب النسائي لازم يبقى موجود طبعًا. خلاص نتحبس بعد أول عدد بقى ونخلص. إحنا مش هنكتب أسماء أصلًا. خلاص نكتب أول حرف من اسم أو أول حرف من اسم أبوه، أهو بدل ما نتحبس نتخطف من الشخص نفسه. لا بس عايزة أقول لك حاجة، ولا حروف ولا أسماء، خلينا نكتب ونسيب الناس تفكر، والناس مش غبية هتعرف أكيد. طبعًا الناس زاد وعيها في الفترة الأخيرة وبقت تفهم كل حاجة. طب نرجع لشغله تاني بقى؟ طيب دلوقتي بقى فاضل تحقيق لازم نفكر فيه. عزة عاملة مفاجأة في الموضوع ده. طب غير التحقيقات في إيه تاني؟ في جنسيات ورجال، أنا ممكن أكتب الأسبوع ده عن راجل لبناني. أنا هكتب في رجال وطباع، أنا هكتب عن راجل بخيل. أخي إيه ده؟ إيه الصفة دي؟ ما هي علشان هي صعبة ومقززة هكتب فيها. لا أصل البخيل ده مش بخيل في فلوس بس، ده بخيل في كل حاجة. أنا هكتب في الموضوع ده في كل زواياه. طيب إيه، مش هنبتدي شغل بقى ولا إيه؟ أخباركم إيه يا جماعة؟ كله حلو. أهلاً. ما لسه بدري، إحنا بقالنا يعني 10 ساعات بنشتغل، أنتِ كنتِ فين؟ نعم، عايزة إيه؟ أنا مش قايلة لكم أعمل لكم مفاجأة، إحنا هنعمل تحقيق تحفة. ها قولي. هجيب مدام زيزي وواحد من الزباين بتوعها. مين زيزي دي؟ إيه ده، ما تعرفيش مين مدام زيزي؟ لا. دي واحدة عندها بنت دعارة بس إيه؟ لا للكبار قوي. هجيبها هي والزبون بتاعها. خلاص انا قلت لكم احنا اتحبسنا. لا لا استني بس استني،
احنا هنعمل ريبورتاج معاهم هما الاثنين بس من غير ولا صور ولا اسامي. ورينا شطارتك بقى يا انجي. وعلى فكره هي اصلا هتقول لك كل التفاصيل لوحدها. حلوه قوي. شكرا. اتحبسنا؟ اتحبسنا. اكيد اتحبسنا. صح النوم يا بطه. اه ايه ده؟ كيف شو يعني يا عم؟ سلامتك. صباح الخير. صباح الفل. عامله ايه النهارده؟ الحمد لله احسن من امبارح. طب ما صحيتنيش ليه؟ ده ما صحيتي عشان اقوم اساعدك. يا حياتي انت كنت نايمه زي القتيل. صعبتي عليا والله. اه والله الضغط العصبي بتاع البرنامج ده خليني بقى لي كام يوم مش عارفه انام اصلا. عارفه. طب يلا قومي عملت لك شاي. ايه ده؟ الحلاوه دي؟ شفتي بقى؟ ده انا هجيلك كل يوم يا حياتي اكتر عنك. تنوريني يا قلبي. ايه ده؟ كل دي مكالمات؟ يا نهار ابيض، اكيد في مصيبه. لا ما تقلقيش، خير ان شاء الله. لا مش خير، في حاجه اكيد. الو؟ الو؟ ايه سناء؟ صباح الخير. فقرت حمزه والست اتعدت 2 مليون مشاهد على يا شيخ. كل ده في 12 ساعه بس. لا لا قولي كده من الاول. 2 سبونسر كبار جدا يعني. اه كام سبونسر يعني؟ بقول لك 2 كبار جدا بس. شريف تمام. صباحك فل يا عسل. هشوفك خلاص اول ما يجي. يلا باي باي. باي. احكي لي. وشك حلو عليا. صدقي ان 2 مليون مشاهد لغايه دلوقتي شافوا البرنامج على اليوتيوب، وكمان وكاله الاعلان جابت لنا شركتين كبار جدا ينزلوا سبونسر للبرنامج، ودي اول مره تحصل في تاريخ اي برنامج من اول حلقه عرض. يا بنتي مش بقول لك البرنامج ده مختلف. مبروك. يس. انا مبسوطه 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 جدا. وانا كمان مبسوطه. طب يلا تعالي اشربي الشاي عشان تروحي تشوفي شغل. لا يا حياتي انا هفضل قاعده معاكي لحد ما حد يجي لك. انت عبيطه ولا ايه؟ انا مش عايزه حد يقعد معايا، وبعدين يا ستي لو احتجت حاجه هنزل لماما. بس لو هتنزلي لمامتك ازاي بالمنظر ده؟ هتقولي لها ايه بقى؟ مالكيش دعوه، هقول لها وقعت من على السلم، هقول لها اي حاجه. طيب يا ستي انت بقى الموضوع ده، لاني هفضل قاعده معاكي لغايه ما حد يجي، وكمان هقوم اعمل نفسي فطار. يا بنتي انت مجنونه. يس مجنونه اهو. الو استاذ ايهاب، البقيه في حياتك. لو سمحت. ايوه. هو المحل ده قافل ليه؟ صاحبه قافل كام يوم كده، عنده ظروف. هو صاحبه اسمه ايهاب؟ ايوه. انت تعرفيه؟ لا اعرف مراته. الله يرحمها كانت سنت جميله. طب هما ساكنين فين؟ في العماره دي. أنا لما حبيت أقسم الريسبشن قسمته كده. دي الصالة وده الانتريه وده الليفينج. اه تمام. بس انا كنت عايزة في الأوضة دي لوحدها ليفينج، ويبقى برا فيه برضو ليفينج واحدة. بس عماد قال لي غير كده. اه فعلا انا قلت له الليفينج هيبقى برا بحيث ان الأوضة تفضل مقفولة. تمام. شوف يا باشمهندس احنا هنمشي على حضرتك عنده، بس برضو هنعمل ليفينج برا وليفينج جوه. احنا تحت امرك. تمام ميرسي. انا مش فاهم يعني ايه اتنين ليفينج ليه؟ علشان هيبقى في ليفنج لضيوف وفي ليفنج لينا. اه والشاشه هتبقى بره وجوه؟ لا طبعا هنجيب شاشه بره وهنجيب شاشه جوه غير الشاشه بتاعت اوضه النوم. طيب يا باشمهندس احنا هنتفق وهبقى ابعت لك اللي هنتفق عليه. ممكن برضه حضرتك تبعت لي الارضيات اللي انت عايزها، لون السيراميك او البورسلين. لا 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 سيراميك ايه بورسلين ايه، انا هركب رخام طبعا. انا ما تفرقش معايا، انتوا اتفقوا على اللي انتوا عايزينه وبعد كده ابعتوا لي عينه. تمام. استاذنك بس رد على التليفون. اتفضل حضرتك. ممكن افهم ايه اللي انت بتعمليه ده بالظبط؟ ممكن افهم ايه اللي انت بتعمله ده بالظبط؟
انت رايح تتفق مع المهندس على كلام غير اللي اتفقنا عليه؟ ايه الكلام اللي احنا اتفقنا عليه؟ يعني ايه اتنين ليفنج اصلا؟ انت عايز تسيب الاوضه الثالثه دي ليه؟ يعني ايه؟ يعني انا فاهمك كويس قوي، والاوضه الثالثه دي اول حاجه هتتوضب في البيت. انا كان نفسي اسيب اوضه ابويا الله يرحمه وامي زي ما هي. انا مش فاهم ايه مشكلتك. اعتبريها اوضه نوم ثانيه يا ستي. انا اللي مش فاهمه ايه مشكلتك. البيت ده هيبقى بيتي، يعني اعمل فيه اللي انا عايزاه مش اللي انت عايزه. هو عندي المجرد اللي عنده وخلاص؟ يعني ايه راكب وخام؟ ثم مين قال ان انا هعمل اتنين ليفنج؟ انا قرفت وزهقت. مفيش حاجه بتيجي الا بالخناق وبالزعيق. بجد مفيش حاجه مفرحاني. انا ماشيه. يا محسن انت فين يا عم؟ موجود يا عم في الشغل وقرفان اخر قرف. انت اللي فين؟ انا في الشغل. بقولك ايه، هتعمل ايه بالليل؟ نازل مع مراتي التانية وبعد كده اروح البيت اسهر شويه مع ام العيال. مسستم انت نفسك ومظبط الليله. اخبار ام العيال معاك ايه؟ والله يا سيف عايز اقولك ان من بعد الجواز العرفي كانها حاسه بكل حاجه، بقت بتتعامل معايا بمنتهى اللطافه. يا سلام. امال يا ابني، انا قلت لك براحتك بقى يا سيدي. بقولك ايه صحيح، ما بتشوفش الواد فوزي؟ والله فكرتني، ده انا كنت عايز اكلمه او اروح له. انا عرفت ان الواد ده استشيخ. يا عم مش قوي كده يعني، عادي هو بيحاول بس. ادي دقنا هيلة وما رجعش تاني. فوزي ده انا عارفه. يا عم تسيب كل واحد براحته، انت مالك؟ ماشي يا نجم، انا مضطر اقفل بقى معاك دلوقتي لان ام العيال معايا على الويتنج. ماشي يا سيدي، يبقى سلمنا على ام العيال. سلام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا سيف؟ اهلا وسهلا اخونا الشيخ. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. احنا لقناك تقلان علينا يا عم سيف، قلنا نجي لك احنا اسهل. لا والله يا فوزي، انا كنت هكلمك بس انتوا سبقتوا وانتوا اللي جيتوا. اللولوب عند بعضيها يا سيف. اهلا وسهلا. اهلا بيك. الاخ فوزي كلمني كتير عنك، قد ايه انت انسان محترم ومهذب، خلانا والله مشتاقين لرؤياك. ربنا يخليك، ده من ذوقك. وهو فوزي ما بيجيش من وراه حاجه وحشه، كله حاجته حلوه قوي. وايه اخبار الشغل؟ والله هو يعني شويه كده وشويه كده، شويه يمشي وشويه يريح، فان شاء الله هيتصلح الحال. ان شاء الله الامور هتتحسن. هي كده دايما تلاقي بعد كل دي فرج. سبحان الله ونعم بالله، بدات اللي ما فرجت ونعم بالله. وعلى كده بقى انت مدي ربنا حقه. والله يا شيخ عمرو، يعني الواحد مهما عمل مش هيدي ربنا حقه. نعم، لكن احنا لازم نجتهد على قد ما نقدر يا استاذ سيف. السلام الداخلي نعمه ينعم بها الله على عباده الصالحين. يعني تجد مثلا انت وزوجتك، حضرتك متجوز؟ ايوه. عندك اولاد؟ لا والله يا شيخ عمرو، لسه ربنا ما قردش. ان شاء الله ربنا يرزقك بالذريه الصالحه. نرجع تاني لموضوعنا. السلام الداخلي يا استاذ سيف هو انك تنام وانت مرتاح مهما كانت الظروف صعبه. عارف ليه؟ لانك رميت كل تكالك على ربنا. يعني ربنا يديلك اي حاجه تبقى شاكر ومبسوط، من زوجتك، اولادك، اهلك. بس ده يحتاج جهاد في سبيل الله. جهاد ايه يا شيخ عمرو؟ انا مش همسك سيف وحارب يعني، مال ده باللي احنا بنقوله؟ الجهاد مش انك تمسك سيف وتحارب وبس، جهاد النفس اصعب جهاد، وحربه النفس والشهوات، عشان لما تقابل وجه كريم ما تبقاش شايل هم حاجه. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. آمين. على العموم أنا مش هطول عليك، إحنا كمان كام يوم هنعتكف في المسجد وعايزينك تيجي تعتكف معانا. صدقني هتخرج من المسجد بني آدم تاني. ربنا سهل يا شيخ عمرو، إن شاء الله هاجي. تعال جرب يا أستاذ سيف، إحنا مش هناخد من وقتك أكتر من ساعة، هتفرق معاك ومعايا. أنا خلصت كلامي، عايز تقول حاجة؟ الحقيقة لا، ما عنديش حاجة أقولها. يلا عشان توصلني. اتفضل يا شيخ. شيخ عمرو، أنت جيت لي النهاردة ليه؟ بعيداً يعني عن فوزي. أنا ما كنتش جاي لك أنت، أنا كنت جاي لنفسي. Thank you.
يا بنتي امشي بقى، روحي شوفي شغلك والحاجات اللي وراكي. هفضل قاعده معاكي لغايه ما هبه تيجي. هو انا يعني مش عارفه اقوم افتح لها؟ لا مش هتعرفي، الدكتور قال النهارده ترتاحي وتفضلي نايمه. ما انا مرتاحه، شايفاني بعمل ايه؟ يوه انت رغايه ليه؟ هفضل قاعده معاكي مش عايزاني؟ عايزاني؟ انا مش عايزاكي، مش عايزاكي، امشي. ما بحبكيش. امشي تلتزمي يا بنتي. مستحيل. ايوه يا ريتني. مش ممكن اخد الكنبه. مجنونه. طيب الله، هو الباب مش عايز فتح اهو. هاي صباح الخير. صباح النور. ازيك يا مصطفى؟ قولي مساء الخير يا هانم. الساعة كام؟ يلا خش. هيبه جت، هيبه جت، هيبه جت. صباح الخير. صباح النور. ازيك يا عمر؟ وحشتيني. وحشتيني انت موت. انا كويسه الحمد لله. الحمد لله. قولي لي يا سرسوره، حد ضايقك وانا مش موجوده؟ لا ما حدش ضايقني وانتي مش موجوده. البت دي جدعه قوي على فكره ومسليه مش كده؟ ايه مسليه انت بتتكلمي عن قد وهتكون ما نامتكيش، انا عارفاها رغايه دي نامت زي القتيله وصحيت بعدي كمان. يا نهار ابيض ده انت شايله من امبارح. ايوه يا نهار. يلا هوينا بقى روحي على شغل. انا فعلا لازم اقوم. لا تفطري الاول. لا 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 جايبه كرواسون تحفه والله. مش قادره افطر. تفطرت بقول لك ايه، لو هباتي معاها خلي بالك بس علشان عندها بس قله الادب. زوات كده. باي باي، شوفوا البرنامج النهارده. اوكي باي. قولي لي عملتي ايه في حكايه علياء؟ لازم تفكريني. ايه؟ بصي انا رحت محل جوزها وكلمته في التليفون بس ما عرفتش اقول له ايه، قفلت السكه. انت هبله يا هبه ليه؟ ما عرفتش اتكلم يا ساره. بعدين عايزه اقول لك اني شفته. ايه ده؟ ازاي؟ بيتهم في نفس العمارة اللي فيها المحل. انا شفته في الجنينة. بالاخر كده انا عايزة اقول الحقيقة. انت مجنونة؟ لا طبعا، اوعي تعملي كده. ليه؟ انت رايحة المهمة واحدة بس، هي انك تساعديه بشكل اندايركت وخلاص. انا اتفقت مع بابا دي له مبلغ كويس، بس ازاي مش عارفة ساعديني بقى. مشكلة. فكري معايا بليز. انا اقول لك. ايه؟ انت تقولي ان ده بقية حساب شغل عملتيه مع علياء. لا مش هينفع، وهي اللي عملته عليا علشان تاخد عليها 250,000 جنيه. 250,000 جنيه؟ لا طبعا. ثانية واحدة بقى، مبلغ كبير. لا حس كده نشوف حاجة تانية. هقوم افتح. اهلا يا زوب. عامله ايه يا حبيبتي؟ الحمد لله. الحمد اتفضلي. سرعه. كويسه جدا. كويسه. جوجو. جوجو عامله ايه يا حبيبتي النهارده؟ كويسه الحمد لله. تمام. ايه يا بنتي انت جايه مستشفى ولا ايه؟ لا يا حبيبتي، عشان دخلت عندها المطبخ امبارح ما لقيتش عندها برتقال، وانا عارفه انها بتحب البرتقال. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه الدلع ده؟ واحده جايبه لي فطار والثانيه برتقال، ده ايه ده؟ انا هاي كل يوم. لا يا حبيبتي بعد الشر، ولسه هديل كمان بتعمل لك شوربه وفراخ وجايه على طول. بتهزري؟ صدقيني. قولي والله. المسيح الحي معاها. كفتسه كفتسه. فينك يا هديل؟ كفتسه عندكم مشاكل؟ لا عمره انت براحتك. اوكي مفيش حاجه تتشرب هنا؟ اقعد بنت اقعد. قومي اعصري. جبتيه يا اختي؟ قومي اعصري. تتضايقي لو سجلت الحوار عشان يبقى سهل في التفريغ؟ ناشور اتفضلي طبعا. طيب اوكي. مدام زيزي؟ ما بلاش مدام دي، خليها زيزي بس. اوكي زيزي، قولي لي بقى ابتديتي الموضوع اللي انت بتشتغلي فيه ده ازاي؟ من 20 سنة كنت متجوزة، وجوزي كان بيشتغل في الخليج، واكتشفت في اجازته انه صاحب عليا واحدة، والواحدة دي اعز صاحبة ليا. وفي مصر مفيش قانون يمنع الرفق. يعني ايه؟ يعني لو راجل في شقة ومعايا واحدة مش متجوزة مفيش حد يقدر يعمل لهم حاجة، حتى لو بلغتي عنهم ما يحصل لهمش أي حاجة. مفيش قانون في مصر يمنع ده، ما يعتبرش لا هو زاني ولا هي، يعني مرافقين. طلقتي طبعا؟ طبعا، وطبعا ما خدتش منه أي حاجة. فقررت إني أشتغل، ما عرفتش لغاية لما اتعرفت على رجل أعمال ورفقته وعملت منه فلوس كويسة قوي. بعديها اتعرفت على ستات ظروفهم زي ظروفي بالظبط، عرفتهم على رجالة أصحاب الرجل اللي أنا كنت مرافقاه، وابتدى مشواري اللي بعتز بيه. بتعتز بيه؟ يعني عشان القانون معرفش ياخد لي حقي قررت أستغله، وعملت فلوس كتيرة قوي من الموضوع ده. طب ده قانون البشر، ربنا بقى. أنا ما نمتش مع حد،
انا تبت. انا كل اللي بعمله اني بعرف فلان على فلانه. انا عارفه انه ده غلط، بس انتي مكاني تعملي ايه؟ ما هو في الاوتيلات واصحابها بيعملوا اللي انا بعمله بالظبط. ازاي يعني؟ يعني لو راجل راح اخد اوضه في اوتيل والست جات له، محدش بيسالهم انتوا بتعملوا ايه؟ يعني بيسهلوا اللي انا بعمله بالظبط. طب قولي لي بقى، يعني طبيعه الرجال اللي بتيجي دي بتبقى ايه؟ رجال؟ لا يعني قصدي شباب كبار فقراء اغنياء. ايه؟ كلهم متجوزين. متجوزين؟ ده الطبيعي، لان الراجل من مراته ما بيطلبش الحاجات اللي بيطلبها من البنات اللي عندي، وما يقدرش يقول لمراته تعمل له الحاجات اللي البنات اللي عندي بيعملوها له. غريبه دي. عارفه يا انشي، لو الراجل طلب من مراته حاجه وعملت له اللي طلبه يشك في سلوكها. الرجاله دي يا انجي تركيبه معقده جدا. ثانيه واحده، يعني انت عايزه تقولي لي ان لو واحد طلب حاجات معينه من مراته ما رضيتش تعملها او ما عرفتش، يبقى كده هيتهمها بعدم الخبره لانها ما اتجوزتش قبل كده وما عرفتش حد، ولو طلب منها الحاجه دي وعملتها وانبسط يعني هيتهمها ان سلوكها بطل؟ بالظبط كده، يعني في الحالتين بتتلام. هي دي المشكله الاساسيه. عارفة لما أنا كنت محترمة؟ حلوة قوي لما كنت محترمة دي، مش كده؟ كنت فاكرة إن الموضوع ده بيحصل عشان نجيب عياله بس، يعني أنا برضو كان عندي مشكلة. يعني أنت عايزة تقولي لي إن المشكلة الأساسية بين الراجل والست هي الجنس؟ يعني تقدري تقولي الثقافة. لو الست اتثقفت قبل الجواز يتقال عليها قليلة الأدب، والراجل بيتثقف في الحاجات دي من شوية أفلام مش حقيقية أو من الستات اللي بيجوا في حياته وان نايت ستاند. ليلة واحدة وخلاص يعني. قولي لي أنتِ شكلك متعلمة، أنتِ دارسة إيه؟ أنا خريجة آداب إنجلش. أنا وصغيرة كنت بخاف من كلمة آداب دي، عارفة يعني آداب وبوليس الآداب وكده يعني. بس الآداب دي غير الآداب دي خالص. أنتِ عارفة يا إنجي؟ عشان يكون في صح لازم يكون في غلط، فهمتيني؟ قولي لي أنتِ رينج الرجالة اللي بيجوا لك دول من سن كام لكام؟ يعني من 35 ل 55. مفيش اكبر من كده؟ لا انا بفضلهم ماكسيموم 55، بعد 60 بقى خلاص الراجل يقعد جنب مراته ماتش اعتزال بقى، دي اصلت الرجاله. مسخره والله. هو انت لسه شفتي حاجه؟ لا هو انا عايزه اشوف بصراحه. بصي في التليفون ده بره التسجيل خالص. لا اصلك عجبتيني بصراحه، عايزه اسالك شويه حاجات. عينيا ليكي. قولي بقى الراجل اللي بيجي لك ده يعني بيقعد يشتكي خير. ازيكم يا شباب؟ مبقاش في حد بيرد عليا في القناة دي خالص. مبسوط؟ طبعا جدا. قولي لي صحيح، هو الاعلانات اللي هتنزل على البرنامج بتاعي انا ماليش فيها نسبة ولا ايه؟ لا طبعا، لان عقدك اصلا ما فيهوش كده. لا ما انا هخلي فيه كده. ازاي بقى؟ انت مالك انت؟ طب انا كنت عايزه اتكلم معاك في موضوع. بقى فتره كده بفكر في اني حاسه ان في حد معانا جاسوس بينقل كل الفقرات اللي انت بتقترحها جديده لحد وبتتنفذ قبل ما انت تنفذها. انت ذكيه قوي يا ايه. اه طبعا ذكيه، مش محتاجه ما شاء الله الحقيقه. شارب. شارب. لا انا عايز اطمنك بس، هو لا جاسوس ولا اي حاجه، هو الموضوع ببساطه تعتبريه توارد افكار. وبعدين قلقانه من ايه؟ البرنامج بتاعنا الحمد لله خلاص فرض وجهه نظره على المحطه كلها. اصبري بس. طب ممكن اطلب منك طلب؟ طلباتك كترت جدا. معلش اخر طلب. اللي فات كان سؤال، ده طلب. قولي. يعني مش معقول بعد النجاح اللي انت حققته ونسبة المشاهدة العالية
والإعلانات الكتير والناس حباك، ويبقى في كمان النهاردة خناقة مع ماهي وفوزية. لا 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 خلاص فاشت. ايه الحلاوة دي؟ ولا الفاظ خارجة؟ بنتي اللي خارجة ولا داخلة؟ عيب ده هوا. ايه الحلاوة؟ كنت صغير أمر. يلا جود لك. أستاذة. أنا كلمت سمير وزبطت معاه موضوع الكرين ده وزبطنا حركته. ضن. طيب تمام. مرسي يا فتحي. علي يا أستاذة تأموري. فتحي صحيح ما تمشيش، عايزك ضروري النهاردة. حاضر. وانت كمان يا آية. ليه هو في ايه؟ بعد البرنامج هتعرفه. هو ليه مبهم كده؟ ايه؟ ليه مبهم؟ مبهم؟ حمزة المفاجآت. كنت هتفضل واقف لي كده كتير؟ لا أنا همشي، أنا هروح أكل أي حاجة وأرجع لك تاني. أجيب لك أكل؟ مش عايز. هشرب شوربة عدس. روح دفي صدرك يلا. ماشي. أجيب لك شوربة عدس. امشي يا فتحي. خلاص حاضر. وفيها ايه لما يسيب في البيت اوضه مقفوله لامه؟ ما انت خدتي البيت كله وانا هرميها في الشارع. انا ايه اللي يجبرني ان جوه بيتي يبقى في اوضه مقفوله عليها وجواها عفش؟ ايه اللي يجبرني على كده؟ يا ساتر يا رب عليكي شريره. لا انا مش شريره، انا مش قليله هدي. وبعدين انا اوريدي بتنزل لما بتجوز عمتي، وانا ما عنديش استعداد اتنزل اكتر من كده. ليه؟ ما الجواز قائم على التنازلات، ولو ما كانوش الاثنين هيتنازلوا يبقى مش هتعيشي سعيده. جاتك نيله. مش هتنازل على فكره. ها والله مش عارفه اقول لك ايه يا دود. حبيبتي بالهنا والشفا. تسلم ايدك. انت اول مره تدوقي اكل، قولي لي بقى هيعجبك ولا ايه؟ لا 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 مش قادره. ايه مش قادره دي؟ لا طبعا لازم تاكلي، حاسبي عديني. مش جعانه خالص. وانت عديني. ليه يا دود؟ يعني انا طبخه بايديا كده. حاسبي فصصي لها الفراخ في الشوربه. ماشي ماشي. تحفة تحفة. بصي تحفة. دوق قولي لي ايه رأيك. يلا. وانتي كمان دوقي. هدوق. يا ساتر. انا هدوقك يا لولو. تعالي يا لولو. يلا يا تهام يا بابا. ناقصه ملح. الملح جوه. يلا يا بابا. البنت دي طول عمرها بتحب الملح زيادة في الأكل. بحول الله يا رب. عارفة الملح جرام ملح واحد جوه جسمك يساوي ايه؟ ايه؟ 7 كيلو فاتس. وانا بحب الفاتس. بس ده اكل عادي صحي. ثانيه واحده. اكل ايه يا امي؟ عادي. عادي؟ ايوه. ايه عادي دي؟ في حاجه اسمها عادي؟ اه عادي ما فيهوش ملح. اكل عادي يا حبيبتي. اسمه اكل عادم معدوم الملح. عادم. ايه عادي دي؟ اخي اخي عادم تي منين دي؟ ايه مش بيقولوا مياه عذبه؟ بنقول احنا بقى مياه عذبه، بنقول ميه عاديه. لا 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 البت دي هبله بجد. طب انت بتقولي ايه يا سو؟ انا بقول ما فيهوش ملح يعني بسيطه خالص. طب وانت بتقولي ايه؟ انا اهلي علموني لما الاكل يكون من غير ملح نقول عليه سايط او دلع. ايه لازمه البت؟ مش فاهمه يعني. سايط دلع عادم. ايه العيال الزباله اللي انا قاعده جنبهم دول؟ لا يا شيخ احنا اللي زباله. اه طبعا. واحد سايط والتانيه عادي. طب تصدقي ان انت ممكن تكوني بتقولي فانيلا؟ طب والله العظيم بقول فانيلا. طيب شباك ولا شباك؟ شباك. طب كوبرتا ولا كبرتا؟ كوبرتا دي انت تقوليها. اه في ناس بتقول كوبرتايا. ايه كوبرتايا؟ انا عارفه. طب دبانه ولا دبانه؟ دبانه. طب شباك ولا شباك؟ شباك. قلناها قلناها. طب مكنسه ولا مكنسه؟ لا ركزوا بقى. واحده تقول كده مكنسه ولا مكنسه؟ مكنسه طبعا. طيب بنطلون ولا منطلون؟ ايه منطلون؟ منطلون. منطلون. عايزه الحيطه. الحيطه.